النبي الرحمة ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه الأئمة وعمن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وعلينا معهم يا رب العالمين. قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة ميزان دقيق أثبته رب العزة سبحانه وتعالى ليفصل بين أصحاب الدعاوى وبين الصادقين من الناس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قلت أنها ميزان دقيق بين أصحاب الدعاوى. من أصحاب الدعاوى؟ هم أناس في كل زمان ومكان يظهرون أنهم أهل التقوى والصلاح والإيمان، وإذا مثلا ذكر الله تعالى تراه يخشع، وإذا ذكر اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه يظهر شدة المحبة والتأثر وهكذا. هذا صاحب الدعوة، لا نقول بصدقه ولا بكذبه حتى نتفحص الدعوة. الدعوة إذا رفعت للقاضي وكان القاضي عادلا حكيما فإنه لا يقضي فيها بشيء حتى يتفحص الدعوة وينظر في تفصيلاتها وينظر المدعي والمدعى عليه ثم يحكم بعد ذلك في أمر الدعوة. هذه الدعوة العريضة لكثير من الناس كما قلنا تسمعها وتراها، ما حقيقتها وكيف نتفحصها ونتبين صدقها من كذبها بعلامة جعلها الباري لنا سبحانه وتعالى. قل، هذا الخطاب في الأصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل إنسان. قل يا أيها الناس إن كنتم تحبون الله كما تدعون كما تقولون فعلامة صدقكم اتباع نبيكم. فاتبعوني، كما قلنا أصل الخطاب قل أنت يا رسول الله، أخبر الناس إن كنتم صادقين في محبتكم لله فعلامة صدقكم مع الله تعالى في المحبة أن تتبعوا نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاء ذلك أن يحببكم الله سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حظنا من هذه الآية أن نبدأ بمراجعة حسابات أنفسنا مع هذه الدعوة. ألسنا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبدي أننا أصحاب محبة وصدق ورغبة في رؤياه؟ وكثير من الناس يسأل كيف أستطيع أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا أحب أن أراه في النوم؟ وأنا قبل أن تراه في اليوم ره في اليقظة. قال إيش ره؟ فعل أمر منتهي بهاء السكت. شوفه في اليقظة. قال باليقظة ليش؟ نرى رسول الله في اليقظة، أقصد بذلك اتباعه يا أيها الأخ الكريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، هل لك ولي حظ من قيام الليل ولو ركعتان؟ ولو قبل أن يؤذن الفجر بدقيقتين نصلي فيها ركعتين، هل نحن من أهل قيام الليل؟ كان لا يتركه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحد الجزاءات الإلهية التي تكون على قيام الليل هو مقام الشفاعة يوم القيامة، فتهجد به الجزاء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة. هل لي ولك حظ من اتباعه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ نورد أمثلة عديدة يتفكر الإنسان فيها ويسأل نفسه عنها حتى يقيم ميزانه الصحيح. أنا متبع حقيقي وبالتالي محب صادق، أم أنا صاحب دعوة كاذبة؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عف اللسان، وكان يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست أخلاق مسلم. وما شتم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. هل أنا وأنت من أصحاب عفة اللسان، أم كلما غضبنا أدنى غضبة ظهر من ألسنتنا ما لا يليق ليس بالمسلم بل بالعاقل من الشتم والسب والكلام البذيء والأوصاف والعياذ بالله ذكر العورات للرجال والنساء؟ كلما غضب الإنسان أدنى غضبة يفعل ذلك. والحديث والسنة والاتباع الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كل هذه ليست خلالا للمؤمن، خلالا يعني صفات، ليست صفات للمؤمن أبدا. فإن كنت واقعا فيها وتريد محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تعالى في الأصل، فتب من ذلك. من علامات صدق الاتباع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حليما، يعامل الناس بالرأفة والرحمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهل أنا كذلك، أم أنني غضوب أغضب لأتفه الأسباب وأرفع صوتي لأدنى الأسباب وأتقاتل مع الناس لأدنى الأسباب، بدءا من زوجتي ومن ثم بأولادي، وأثني بأصدقائي وأثلث وأربع وأخمس بالناس من حولي، فإذا كلمت بكلمة لا أحتمل ولا أصطبر ولا أرد ولا هكذا، وإنما الغضب الغضب؟ والصبر من أعظم الأوصاف النبوية الطيبة. هل إذا جئت إلى المسجد أحب المكوث فيه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر استفتح دخوله إلى بلده بالدخول إلى المسجد من شدة محبته للمسجد. والحديث الشهير: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه معلقا بالمسجد. أم أنني منذ أن ينفتل الإمام من السلام عليكم ورحمة الله الثانية أكون قد صرت عند الباب؟ وبخاصة يظهر هذا مثلا في الصلوات التي ليس بعدها سنن تصلى كالعصر مثلا، ترى الناس قد احتشدوا احتشادا عند الباب. سيدنا رسول الله كان يأمر بأن يسبح الإنسان بعد الصلوات 33 كما نعلم، ويقرأ آية الكرسي ويأمر بذلك ويحض عليه، وكل هذا لا يدوم إلا دقائق، ويعبر عن محبتك لله ورسوله وبيته. أم تراك عند الباب مباشرة في صلاة الجمعة أكثر وأكثر؟ حدث ولا حرج. ثلاثة أرباع الناس يصيرون عند الباب بمجرد السلام عليكم ورحمة الله الثانية. هل هذا علامة محبة صادقة لله ورسوله وبيت الله تعالى، أم أنه دليل على فراغ القلب من المحبة؟ ها
هذه يا أيها الإخوة أمور سقتها عرضا، وكثير من أمثالها ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه بها، يعرضها على نفسه ويحاسبها قبل نومه. أأنا متبع أم صاحب دعوة؟ إن كنت صاحب دعوة فلأنقض دعوتي، لازم أروح أسقطها الدعوة. كيف يعني؟ تحب رسول الله؟ أسأل الله ذلك، أكثر من هذا لا ينبغي لك أن تقول. أسأل الله أن أكون كذلك إن شاء الله، اللهم أعني على ذلك. أما روحي فداك يا رسول الله، تصلي قيام الليل؟ لا والله، الصبح ما بفيه يا أستاذ، الصبح كله ما بفيه أنا. لا تقول روحي فداك، الله يرضى عليك. الكذب مو جيد، هذه علامة على كذب دعوك. أخلاقك طيبة؟ لا والله، بتقتل مع المرأة والأولاد والجيران والرفقات والصحاب والكبير والصغير، برفع صوتي كلام بذيء وفاحش وبسب وبشتم، والعياذ بالله فضلا عن أن أقول كلمات الكفر والعياذ بالله. إذا لا تدعي هذه الدعوة، لا تدعي. أذكر أحد مشايخنا رحمة الله عليه كان يحدثنا عن أحد شيوخه هو، وكان يحبه، وأنا لمست هذه المحبة حبا صادقا شديدا. أولاد شيخه آذوه إذاية شديدة، فكان يقول: كلاب بيت شيخي أحبهم ولو آذتني ولو عضتني، ولا يؤذي أولاد شيخه بكلمة من شدة محبته. وكان يقول لنا: ما أستطيع يوما من الأيام أن أقول لشيخي أنا أحبه، لأنني أخشى أن تكون دعوتي كاذبة وأن أسقط في هذه الدعوة. أقول: يا سيدي، إن يعني اشتد بي الوجد والمحبة، أقول: يا سيدي، قلبي يميل إليك، في ميل إليك، ولكن أن أصرح أنا أحبك، هات أثبت دعوة، ما عندك إثبات، أنت كذاب. لا أريد أن أكون كذابا. المؤمن الصادق يسأل الله صدق المحبة لله ولرسوله، ويتبع ما استطاع، ولا يتفاخر ويتظاهر بأمر ليس في قلبه حقيقة، بل يظهر التواضع والانكسار. فالمتواضع المنكسر يجبر الله تعالى كسره ويزيده قربا ومحبة. اللهم اجعلنا من المتبعين الصادقين ومن المحبين الحقيقيين. الحمد لله رب العالمين.